السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل استعدادا لضربها، إعلام صنعاء الحربي ينشر صورا جوية للمطارات والموانئ السعودية مرفقة بالإحداثيات. وإلى التفاصيل، نشر إعلام صنعاء الحربي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد صورا جوية لعدد من الموانئ والمطارات السعودية مرفقا معها الكلمة التحذيرية التي أنذر فيها قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي النظام السعودي بقوله: فجربوا إذا كنتم تريدون أن يوردكم الأمريكي. وتضمنت الصور الجوية إحداثيات وصورا لكل من مطارات الملك خالد الدولي في الرياض، والملك فهد الدولي في الدمام، والملك عبد العزيز الدولي في جدة، في إشارة إلى أن القوات اليمنية تمتلك بنك أهداف واسع في العمق السعودي وجاهزة لتنفيذ توجيهات الحوثي في حال استمر النظام السعودي في حرب وحصار اليمن. وكان قائد أنصار الله قد وجه أمس رسالة تحذيرية لوح فيها بإغلاق مطارات وموانئ وبنوك السعودية في حال مضت بحربها الاقتصادية على اليمن، مؤكدا أن النظام السعودي يصعد ضد اليمن خدمة للكيان الصهيوني وتنفيذا للتوجيهات الأمريكية. وقال الحوثي في خطابه أنه لا يمكن السكوت على خطوات النظام السعودي الرعناء الغبية وأن يكف عن مساره الخاطئ، ولن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطواتهم الجنونية أو نتفرج على شعبنا وهو يتضور جوعا وينهار وضعه الاقتصادي، وسنعتبر ما سنقوم به في التصدي للعدوان ومواجهة أي خطوات في إدارة المواجهة مع الأمريكي. واعتبر الحوثي أن التصعيد الاقتصادي على اليمن المتمثل في قرارات بنك عدن وإغلاق مدار صنعاء تأتي ضمن التوجيهات السعودية طاعة لأمريكا، مؤكدا بالقول: لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطوات النظام السعودي الجنونية أو نتفرج على شعبنا وهو يتضور جوعا وينهار وضعه الاقتصادي. وأعلن قائد حركة أنصار الله عن ما يشبه المعادلة الجديدة في وجه النظام السعودي، عنوانها أنه سيتم مقابلة كل شيء بمثله: البنوك بالبنوك ومدار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء، محذرا النظام السعودي من الاستمرار في تورطه مع الأمريكي بتقديم الدعم المالي والإعلامي لليهود بالقول: إن العواقب ستكون خطيرة. وقرأ محللون عسكريون مضامين التحذير الناري المباشر الذي أطلقه عبد الملك الحوثي أمس، والذي عزز بنشر صور لإحداثيات المطارات والموانئ السعودية، أنه يعتبر إنذارا أخيرا قبل توجيه الضربة الكبيرة للنظام السعودي، مؤكدين أن الوقت ينفد أمام النظام السعودي إذا لم يتدارك الموقف لأسرع وقت. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.